ايه؟ قلت يا تاتش؟ من حيث المبدأ انا عناية ليك. هو صحيح جرنيها فرنجي بس بعون الله ما ياخدش في ايديا ساعتين ثلاثة. ربنا يبارك لنا في صوابعك يا تاتش. يعني نستلموه على الفجر كده؟ من حيث النظرية ممكن، لكن من حيث التطبيق في مشكلة. مشكلة ايه يا تاتش؟ العدة بتاعت الشغل متحرزة. متحرزة؟ أنا اللي فاهمه إن الحكومة شايلة عينها عنك يجي أكتر من 10 سنين. ما هي مش الحكومة اللي محرزاها. أمال مين؟ اللانية اللي من الحكومة، مراتي. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أنت يا دكتور عايز تفهمني إن اللي حقن الوزيرة حقنها من فلاكسيديل عشان يجي لها هبوط في الدورة الدموية فتموت، صح؟ صح، وده مش مجرد استنتاج، أنا فعلاً عملت لها تحاليل وتأكدت. طب وليه اللي حقنها ما حقنهاش بسم صريح؟ سيانيد مثلاً، كانت ممكن تموت في ظرف 5 ثواني، ليه عايز يحقنها بحاجة ممكن تتلحق؟ مش عارف، بس أعتقد إنه كان فاكر إن أنا ممكن ما نلحقهاش. مش عارف، أنت مش عارف. أي سم صريح بيبقى ليه أعراض جانبية، لكن اللي عملها كان عايز يبين إنها ماتت موتة ربنا ما اتقتلتش. عارف ده معناه إيه؟ إيه؟ إن اللي عملها هنا في المستشفى، لأنه لو كان من بره المستشفى كان زمانه حقنها وطار وحلني بقى لحد ما يعرف يجيبه. شفت كل التفريغات بتاع كل الكاميرات؟ اللي عملها دكتور أو ممرضة صح؟ للأسف الكاميرا الرترانية المركزة كانت عطلانة. ايه؟ ايه يا كريم عطلانة؟ يعني ايه؟ يعني ايه عطلانة يعني؟ يعني ايه عطلانة؟ تهدى تهدى يعني ايه؟ لا ده كل دكاترة المستشفى وشفت الليل كله بممرضينها بعمالها هيبقوا عندي النهاردة بما فيهم انت. انا؟ معلش يا دكتور وعصبي شوية بس ده من ضغط الشغل. المهم حضرتك ما تأخرش النهاردة على التحقيق. التحقيق؟ انا هفهمك على كل حاجه يا ست عفيف. بقى انا يعني مورود ورطه ما يعلم بها الا ربنا، والورطه دي ما حدش هيفكني منها غير خليفه. مش معنى انه بيعمل كده يعني انه هيفسد توبته، بالعكس ده بيعمل خير. توبه ايه يا اخويا اللي انت بتتكلم عنها؟ اياكش يكون مفهمك ان انا حايش عنه العده عشان خاطر يتوب. الله، امال ايه؟ اخ منك اخ، مفيش فايدة فيه، هتفضل طول عمرك كده، هتعيش ملاوة وتموت ملاوة. الله، ما تفهمونا يا اخوانا ايه العبارة. أنا يا اخويا هفهمكم وهخليكم شهداء عليه. الراجل صاحبك ده مش عايز يضرب لي جواز سفر وتأشيرة السعودية عشان أزور بيها بيت ربنا. يا وليه أنت فاكرة إن العمرة دي تأشيرة وجواز وخلاص؟ دي عايزة فلوس ياما، مش أقل من 10 ل 15 ألف جنيه، ولا عاوزين أضرب لك ريالات كمان؟ هو احنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما انا قلت لك انا محوشه 5000 جنيه ومش عايزه منك غير 5 زيهم. يا راجل يا راجل يا مفتري، زكي عن ملك الحرام بدل ما تجمعهم حطب يشويك في نار جهنم. بس ثانيه واحده ثانيه واحده، يعني انت دلوقتي مش عايزه تفرجي عن العده غير لما خليفه يضرب لك الباسبور ويضرب لك تاشيره عمره، صح؟ امال ازور بيت ربنا ازاي؟ وبيني وبينك يا اخويا ده انا ليا ورق في الحكومه فيه يجي 30 سابقه. 30 سابقه؟ يا سلام، ادي الناس اللي بتعمل تاريخ. 30 قضيه مش انت تشود الحقيقه هادم. طب يعني حل المساله دي 5000 جنيه صح؟ وجواز سفر عليه تاشيره السعوديه. ماشي، إذا كان على 5000 جنيه أنا بكرة الصبح يكونوا عندك ال 5000 جنيه. أنا مش هدفع حاجة. يا عم دي لو راحت السعودية هتفضحنا وتتقفش. يا ست روحي السيدة نفيسة، السيدة زينب، سيدنا الحسين، روحي ميدان الحجاز لف لفتين، تمشي. يا راجل يا جاهل يا أمي، ده كل ده بدعة. وتقول لك بدعة، وبعدين أنت مش هتدفع حاجة. أنت مش هتدفع أي حاجة. وأنت بقى، وأنت عشان خاطري يعني عشان خاطر تفرجنا عن العده بقى عشان الدنيا تمشي. خلاص اذا كنت انت هتديني الفلوس هاخد كلامك ثقه. استبينا بالاذن بقى. انا اتفضلي. بقول لك يا درويش، اوعى تكون بتضحك على الوليه دي، دي لبش. ال 30 سابقه اللي عندها نصهم حيازه سلاح والنص التاني عاهه مستديمه. انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ لا انا
وراها يا ماهر في ايه؟ الفلوس هتبقى عنها، هتبقى بكره صباحا موجوده. يا جدع انت هتلعب ام ليه على الناس؟ 30 سنه وعاها مستديمه، نص سنه عاها مستديمه، الصبح الفلوس تبقى موجوده. يا ماهر خلاص معلش. الو ايوه انا شهاب. عم درويش وحشنا والله، والله البحر عايزين من غيرك. بطل ام الهاتش ده بقى، بطل الهاتش ده وخليك معايا في المشوار المهم اللي هقول لك عليه. رقبتي. انت تطلع على السايبر، تخش جوه المكتب بتاعي، درج اليمين تفتحه، في نسخه من مفاتيح البيت، تاخد المفتاح وتطلع البيت على طول، تفتح تخش اوضه النوم عندي، دولاب الهدوم الضرفه اليمين تفتحها، تحت الغسيل في فلوس. بقول لك ايه؟ 15,000 جنيه تاخدهم وتنزل بيهم على البوصه، تعمل حواله، حواله بريديه باسم السيد خليفه منصور ابو دنيا. ابو دنيا؟ لا مش الصبح، بلاش المراوح اللي على قلب اهلك دي. ماشي. البوصه فاتحه لغايه الساعه 9 بالليل، خلص مشوارك واديني التمام. تمام يا عم درويش. سلام اخويا. سلام. سلام منصور ابو دنيا. الله، ايه لزوم ال 15 واحنا كل اللي محتاجينه خمسة؟ يعني احنا المشوار اللي احنا فيه ده مش لازم له هم هو الاخر ولا ايه؟ اه صح. بقول لك يا خليفة، بكرة الصبح ان شاء الله هيجوا ال 15,000 جنيه، تدي الست الطاهرة دي 5,000 وال 10,000 التانيين ترجعهم لي، ماشي؟ سلام من غير ما يتضربوا. ماشي يا خليفة؟ حض الله. عمر مقبول ان شاء الله. شهاب انا بريء. ايه ده؟ ازيك يا دكتور؟ ماشي يا دكتور. انت فتحت في ايه وهتقفل في ايه؟ فتحت في دقيقتين وهقفل في 3 دقايق. مش قصدي، قصدي مستعجل ليه؟ مستعجل عشان الظروف يا دكتور، ما انت عارف الظروف يا دكتور اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. معلش بقى يا دكتور، استاذن انا بقى. استنى بس، عم درويش فين دلوقتي؟ عم درويش فين دلوقتي؟ هو انا اعرف هو كان فين من شويه؟ ده حاجه في علم الغيب يا دكتور. ده وحشنا قوي، ما انت عارف الظروف اللي بنمر بيها، ادعي له دكتور بقى. استنى، اللاب بتاعي فين دلوقتي؟ في الحته تدعي يا دكتور. اللاب بتاعي فين؟ اللاب بتاعك، اللاب بتاعك معرفش، ادعي له بقى دكتور. ادعي لللاب بتاعي؟ لا اللاب بتاعي ادعي لك ان انت تاخده يعني ان شاء الله قريب، بس معلش يا دكتور عشان الظروف بقى اليومين دول يعني شويه كده. طب انا عايز اللاب بتاعي دلوقتي حالا. مش كل حاجه دلوقتي، معلش يا دكتور سامحني، انا بحبه يا ابن الكلب. كريم باشا، انت متاكد يا وائل انكم استدعيتوا كل كده في شفت الليل النهارده؟ احنا استدعينا 99% من المفلح. نعم يا اخويا. اصل في دكتور اسمه خالد ابو غنيم موبايلاته مقفوله، ولما رحنا له البيت لقينا مراته ما تعرفش حاجه عنه. فانت مستنيه بقى يروح وياكل وياخد دش ويريح شويه، ولما يفكر يصحى يبقى يجي يشرب معانا القهوه هنا، صح؟ انت مستنيني اقول لك تجيبه ازاي؟ احنا هنجيبه يا فندم اكيد يعني. هتجيبه وتفضل هاته، اتفضل قبل ما اخلص تحييمه على فوق يكون عندي. يعني مش هتبات برضو حبيبتي؟ احنا مش قلنا بلاش كلام في الحاجات الصغيره دي؟ موضوع ان انا بات معاكي ده هيعمل لي مشاكل في البيت التاني انت عارفاه، وبصراحه احنا مش عايزين مشاكل وجع دماغ. وكمان حبيبتي ما احنا قلنا هنقضي اسبوع بحاله مع بعض في باريس، مش مكفيكي اسبوع بحاله؟ ايوه يا اخويا، كل بعقلي حلاوه، كل ده عشان انا طيبه. ايه ده؟ انت طالبه اوردر من السوبر ماركت؟ لا، ده تلاقي البواب جايب لك مفتاح العربيه.
لا ما تقلقش يا عم درويش، والنعمة العظيمة فلتت من أمه. الأمانة هتلاقيها وصلت في السكة، باخد منك عمالتي بقى أول ما أشوفك. معلش يا عم درويش، سؤال كده واقف لي على أول الشارع، طب السهم مسحوق إيه؟ لا أصل الغيارات يعني ولا إعلانات التلفزيون. عم بلوش، أنا خدت غيارين كده عداهم على ماشي. ماشي يا عم درويش حبيبي، سلام. السلام عليكم. ايه ده عم درويش؟ عم درويش اهو، عم درويش ده حبيبه ام مصحف. بص يا معملنا مغامرات كان لسه بيكلمني اهو. بص كاتبين ايه؟ المتهم في محاوله اغتيال وزيره الصحه، عضو في خليه اغتيال السادات. ما درويش هذا للسادات؟ اتفضل يا دكتور، وانت حلو كده. ايه ربنا يستر. انت قدها وقدوش. ثم انت متنكر. متنكر؟ بالك انت يعني حته الموكيت اللي انا حطيتها فوق راسي دي بتعتبرها متنكر؟ طب والله العظيم عامله فرق. مش كده؟ استنى انا. اتكل على الله يا دكتور، ما تقلقش. ما تقلقش ازاي بس؟ وانا رايح برجليا للست اللي متهمني بقتلها. ويا عالم، يا عالم، هعرف اوصل لها ولا لا؟ ولو وصلت لها هتسمعني ولا لا؟ ولو سمعتني هتصدقني ولا لا؟ كله قلق في قلق في قلق. يا رب استرها يا رب. استنى عندك.